الآن مع سهر الليالي. سهر الليالي، سهر الليالي. إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. من زمان والإنسان هو الإنسان، كل عطاءه كل وفاءه فيها لمحة من فنان. حتى نجاحه مش بس مرهون بسلاحه، لازم فيه وياه إحساس يقدر يحضن كل الناس، الحيران ويا الفرحان. إنسان بدرجة فنان. سهرة مع انتصار غريب. اسمنا مصر متعلق من حبل السرنا بالصحراء الحمراء، بالنيل الخمراء، الأرض السمراء، الكف الصخر. اسمنا مصر النهار يطلقنا في الميادين، مصر البكاء، مصر الغنى والدين. مصر النهار يطلقنا في الميادين، مصر البكاء، مصر الغنى والدين. مصر الشموس. الشعر الكبير زين العابدين فؤاد، شاعر الثورة والثائر دائما والكلمة الحرة. حكايتك مع الثورة بدأت وانت عندك 6 سنين. في ثائر عنده 6 سنين، مرة رئيس وزراء قال لك هو في ثائر عنده 12 سنة. ده في عنده 6 سنين اهو. في الأربعينات كان حركة وطنية موجودة تقريبا في كل بيت. الحركة الوطنية كانت الناس تنزل مظاهرات، وكان في مظاهرات كتيرة جدا جدا جدا، يعني في حتى صور موجودة على مواقع كتيرة. النهاردة نقدر نشوف مظاهرة مليونية حقيقية في نوفمبر 51. المظاهرة ديت مليونية، وكان عدد سكان مصر 12 مليون. أيوه كويس. فده يعني بتبين قد إيه الناس كانت موجودة. في أحد مظاهرات المدرسة، المدرسة خرجت، أنا كنت في مدرسة مبابة، وكانت في الفترة ديت المدرسة ثانوي وابتدائي. فأنا كنت في أول سنة في المدرسة وإخواتي كانوا في الثانوي، فخرجت معهم. لما خرجت المظاهرة مشيت معاهم، معرفش بيهتفوا ايه، لكن فجأة لقيت هتاف في مزيكا مختلفة وإيقاع مختلف واسمه معرفوش، بيقولوا رفعت معلم يا عبد الحكم. طبعا ما كنتش أعرف مين عبد الحكم، وما كنتش أعرف إن ده الشهيد عبد الحكم الجراحي اللي هيرافقني طول عمري تقريبا. عبد الحكم الجراحي استشهد في مظاهرة سنة في نوفمبر 35. 15 نوفمبر 35 كانت الطلبة خارجين من جامعة فؤاد الأول اللي هي جامعة القاهرة دلوقتي، وكان شايم علم مصر الشهيد محمد عبد المجيد مرسي الطالب في كلية الزراعة. أما مشيت المظاهرة على كوبري عباس، الإنجليز فتحوا النار، فمن أول طلقة سقط الشهيد محمد عبد المجيد مرسي شهيدا، وتقدم عبد الحكم ورفع علم مصر، وحصل مشهد خرافي. وقفت المظاهرة كلها، اتقدم عبد الحكم وحده رفع العلم، وتقدم من الضابط الإنجليزي وقال له انت مالكش حق انك تضربنا بالرصاص، احنا عزم بنطالب
دستور بلدنا، وكان هذه المظاهرة من أجل عودة دستور 23 اللي اتلغى سنة 30. فالضابط قال له لو اتحركت خطوة واحدة هضربك بالنار. فابتدى مشهد ما حصلش في التاريخ، مظاهرة واقفة، واحد بس ماشي شايل علم مصر، وكل خطوة بيمشيها بياخد طلقة في صدره. مشي 13 خطوة، ومن حسن حظنا وكده انه لم يستشهد مباشرة، حمل الى مستشفى القصر العيني. في مستشفى القصر العيني اللي هي مقر كلية الطب كمان، الانجليز حصروا المستشفى تماما، ممنوع الدخول وممنوع الخروج. الاطباء نجحوا في انهم يطلعوا 8 رصاصات من جسد عبد الحكم. يوم 17، ده يوم 15، يوم 17 حس عبد الحكم ان دي لحظاته الاخيرة في الحياة. قام كان لوحده في الأوضة، قطع الخياطة، حط صباعه في ايده، وكتب بالدم الاسود على الحيطان البيضة بتاع المستشفى رسالة ان المستر روح الشر رئيس وزراء انجلترا: انا الشهيد المصري محمد عبد الحكم الجراحي، قتلني احد جنودكم الاغبياء وانا ادافع عن حرية وطني. عاشت مصر، الشهيد المصري محمد عبد الحكم الجراحي. وكان رمز للطلبة والثوار بعد كده، انه عبد الناصر في كتاب فلسفة الثورة قايل انه قد ايه تأثر بالمشهد ده يعني. فاذا ان ده اول شهيد من اسم اعرفه، وانا بالمناسبة عرفته من شهيد من لحم ودم بعد كده، اللي شرح لي مين عبد الحكم الجراحي كان اخويا الشهيد محمد فؤاد اللي استشهد في 56 في العدوان الثلاثي. أيوه. فحضرتك من هنا بقيت رفيق الثوار واحد الثوار، وعشان كده لما نزلت 25 يناير 2011 الشباب التفوا حوالين الثائر زين العابدين فؤاد، يعني شموا فيك ريحة الثوار الحقيقيين. يعني انت ما فوتش مظاهرة الا ما نزلت فيها، يعني من طبعا من قبل 68 ثم 68 و 72 75 77 و كده. طبعا 68 مظاهرات الطلبة الشهيرة، وفي 68 احنا هننزل لأول مرة ضد رئيس محبوب جدا، احتجاج يعني على احكام الطيران، فهننزل الشارع. انا كنت خايف من الامن، من الامن ما كانش بقوة الامن الايام دي ولا حاجة، انما انا كنت خايف من رد فعل الناس. فقمت اعمل شعار يقوموا زمايلي في الشارع يعني يجذب الناس، شعار اكيد انت عارفاه بس ما تعرفيش ان انا مكتبه، وما تعرفيش انه طلع امتى. الشعار ده بيقول: عمي الصوت، عمي الصوت، اللي هيهتف مش هيموت. ده شعار مكتوب فبراير 68 انا كاتبه عشان 68، فالشباب ما نزلوا في 25 يناير قالوا كانوا نفس بيقولوا نفس الشعار، وهم ما يعرفوش طبعا ان انا مكتبه ولا حاجه، وغنوا اغنيه اتجمعوا العشاء. مزبوط. طبعا الشيخ امام كان بيغنيها. في كتير بالمناسبه ما كانوش يعرفوا ان حضرتك اللي مؤلف الاغنيه، كانت بتنسب لعم احمد فؤاد نجم، وكنا بنصحح ان هي للشاعر زين العابدين فؤاد يا جماعه بس كانوا يغنوها يعني هو ده المهم بالنسبة لي، كان هو ده المهم ان يصل هذا الكلام للناس، مش مهم مين اللي كتبه. انما الحقيقة هو طبعا منشورة في ديوان ليامك، منشور 78 ثم موجود في ديوان وكده، لكن يعني واخر عيد ميلاد ابو النجوم كنا سوا في احمد فؤاد نجم واحد الاصدقاء طلع كان قاعد جنبي بالمناسبه، صديقي كان عارف نقيب الصحفيين، فطلع يتكلم عن نجم وقال هقول ايه غير ان الراجل من 40 سنه قال لنا مين اللي يقدر ساعه يحبس مصر، فالقاعه قالت له مش هو، ونجم اتاثر ان انا اطلع في اللحظه دي، انا كنت هتكلم بعد كده، لكن طلعت في اللحظه ديت وغنينا مع بعض مع الفنان احمد اسماعيل اتجمعوا العشاق. اتجمعوا العشاق في سجن القلعه، اتجمعوا العشاق في باب القلب،
جمعوا العشاق في سجن القلعة، جمعوا العشاق في باب الكل، والشمس الوالد جنادل طالع، ومصر ومطرع بالحل، اتجمعوا العشاق في الزنزانة، مهما يطول السجن مهما القهر، مهما يزيد الفجر بالسجانة، مين اللي يقدر ساعة يحبس مصر. الشعر الكبير زين العابدين فؤاد، جمعوا العشاق، اتجمعنا سمعنا بصوت الشيخ إمام، كانت أغنية الثورة 25 يناير 30 يونيو كانت رئيسية. الأغنية فيها كلام عن الناس اللي بتقاتل، عن العساكر اللي في الجبهة، أغنية الفلاحين حطك يعني ربط تاريخي وحضاري جميل جدا، إن اللي بيزرع سبب الحياة هو اللي بيدافع عن الحياة، الفلاح هو نفسه الجندي والمقاتل، فكرة عبقرية جدا. أشكرك يعني، وفيها فكرة تانية كمان مهمة جدا، هي الربط ما بين الحرب وإنه نحن نخوض حرب والحرية. أيوه اتسمحي إن الحرب بالحرية صحيح. وإن الحرب ضد إيه؟ الحرب ضد الجوع وضد القهر وضد التتار. أيوة. ضد الأعداء الداخليين وضد العدو الخارجي في نفس الوقت. الفلاحين بيغيروا الكتان في الكاكي، ويغيروا الكاكي بدوب الدم، الفلاحين بيغيروا الكتان تاني بالكاكي، ويغيروا الكاكي بتوب الدم، وبيزرعوك يا قطن ويا السنابي، وبيزرعوك يا قمح سلت علم، وبيدخلوك يا حرب فحم الحريقة، وبيزرعوك يا مصر، يا مصر شمس الحقيقة، الفلاحين بيغيروا الكتان. أغنية إن عبد الحكم الجراحي، واحد بكتبها لاجل امسح عن قلبي عار الخوف والرجفة، امسح عن رجلي ذل الوقفة، بكتب لك لاجل اهرب من موت جوايا، ترفع ايدك ويايا بالراية، تمسح ايدك على جدري وتورقني، تمسح ايدك على قلبي في بحور الدم تغرقني، بكتب لك اطلع اطلع من جلد الموت، من برج النسيان الاسود، ازعق بالصوت يطلع كرابيج بتمزقني، داسوا بجزمهم على وشي وما صرختش، وقفوا في وشك رديت، رفعوا بنادقهم على صدرك عديت، مديت ضربوا مزقت جروحك وكتبت، وانا في الأوضة الضلمة بكتب لك علشان اهرب حتى من نفسي، ما انتش اول واحد ولا اخر واحد يا حبيبي يا حبايت عنقود شهداء، بكتب لك وبحس بروحي بتتاخد، وانا في الأوضة مش تحت الشمس على الكبري، مش وسط رصاص الضابط والعسكر، انا في الاوضه بنهج بجري، ارفع علمك انا مش قادر ارفع علمي، ارفع علمك ما انتش اول واحد ولا اخر واحد يرفع علمي. ديوان وش مصر، ديوان وش مصر.
قصيدة طبعا الشهيد إيمان عبد الحكم الجراحي اللي اتكلمنا عنه شهيد سنة 1900 أو مظاهرات 1935 وده شهيد الدستور والحركة الوطنية. أي طبعا الديوان قعد سنوات في الرقابة من سنة 64 لسنة كام؟ لسنة 72؟ طلعت طبعا قومة 72 وطبعا خمسة من سنة في مصر. يعني الرقابة بتقرأ الديوان حرف حرف وكلمة كان كلمة. قوانين الرقابة كانت مختلفة خالص وطريقة الطبع كانت مختلفة. كان الواحد بياخد نسختين يوديهم للرقابة. ما فيش حاجة اسمها حد يروح المطبعة. الرقابة بتدي تصريح طبع صفحة صفحة مختومة. إذا في صفحة مش مختومة صاحب المطبعة ما ياخدهاش. كويس. وبعد ما كده نرجع لهم ناخد سبع نسخ بس نوديها للرقابة يشوفوا نفذنا التعليمات ولا لا. إذا نفذنا التعليمات يدونا تصريح بالتوزيع فنقدر ناخد النسخ من المطبعة. وحدك كنت حريص ده اتغير. حدك حريص ان انت كنت برضو تطلع بالديوان واشتركت في مظاهرات 72 كمان مظاهرات الطلبة الشهيرة. ايوه كانت بتطالب بالحرب وبال احنا كانت بتطالب اولا احنا يعني اللجنة الوطنية العليا لطلاب جامعة القاهرة اللي اتشكلت بناء على فكرة مني طبعا الطالب زين العابدين فؤاد. ايوه واتشكلت من الاول في بالانتخاب في كلية الاداب. انتخبنا لجنة الاداب هذا خمسة أداب. خمسة من الاداب وبعدين انتخبنا ممثل العليا لفينا على كل الكليات اللي كان فيها حركة واسعة جدا في الوقت ده وتم من القاعدة للقمة تشكيل اللجنة الوطنية. طبعا اتقبض عليكم والحمد لله اتقبض علينا بعد اتسجنتوا في 24 يناير 72. ايه الصدف دي؟ يعني 24 يناير و 24 يناير 2011 بتحضر ل 25 يناير. انت كتبت في السجن اسمنا مصر اللي غناها عدلي فخري. مظبوط هي مقطع من قصيده لما واحنا موجودين في معسكرات امناء الشرطه وقالوا لنا اكتبوا اساميكم فاحنا ما كناش عايزين نكتب والطلبه هتفوا ان اسمنا مصر. وانا اخدت من ده عملت القصيده اللي اسمها هي مظلومه بس هنقول للناس مين اسمنا مصر وهنتكلم عن عدلي فخري شويه بعد ما نسمع. اسمنا مصر اسمنا مصر اتعلى من حبل السرنا. اسمنا مصر اسمنا مصر اتعلى من حبل السرنا بالصحراء الحمراء بالنيل الخمراء بالأرض السمراء بالكف الصخر. اسمنا مصر اسمنا مصر اسمنا مصر اسمنا مصر اتعلى من حبل السرنا. اسمنا مصر اسمنا مصر اتعلى من حبل السرنا بالصحراء الحمراء الشاعر الكبير زين العابدين فؤاد الثائر وطالب ثائر وطفل ثائر وما كبرت برضو ما حدش مصدق ان انت يعني ايه عديت السبعين.
امسك 75 مش يعني نمسك الخشب استاذ زين يعني مش عايزه ولولا الملامح الشباب كانوا افتكروا ان انت زميلهم يعني يعني نفس الفكر نفس الروح كل اصحابك شباب الثوره الصغيرين ان انت لاقي وقت ولاقي جهد كمان تتواصل معاهم لحد دلوقتي ده شيء نادر ما بتوفرش كتير اللي هو فكره الكبار والمش واللي دايما يدي نصيحه لا انت واحد منهم وطالع معاهم. تكتبت عن شيماء الصباغ الشهيده شيماء الصباغ شهيده الورد يعني دايما مع ميري دانيال اخت الشهيد مينا دانيال كنت صديق لعماد عفت الحسين ابو ضيف لجيكا اهل جيكا ما زلت على تواصل معهم. فكره الثوره دي هل هي بتولد مع الانسان يعني جينات كده يعني موهبه؟ لا ما تصورش انها موهبه انما هو الوعي بتشكل فحسب تشكيل وعي وحسب احساس واحد بانه عايز ايه وعايز يعمل ايه وانه الشعر يعني ده من حسن الحظ ده وسيمتي للتواصل مع الناس وبيوصل لهم بشكل او باخر يعني. فانما كمان معاها علاقات شخصيه يعني انا سعيد ان عندي اصدقاء من اجيال مختلفه أي. ساعات بيبقوا اربع اجيال من اسره واحده اي اصل اسمنا مصر دي كتبتها في السجن يعني كنتوا بتطلعوا ابداعات مش طب. مش ان احنا بنتسجن فبنيأس انا هقول قصيده من حبسه تانية بقى 77 هقول قصيده الخبز انا بس قبل ما اسيب ديت عدلي فخري وهو بيغني اسمنا مصر اداني احساس ان هو بيغنيها في الزنزانه مش عارف هي طبعا في حفله بس انا فعلا الصوت كانه في الزنزانه بالظبط عدلي طبعا هنتكلم عنه من عدلي احد الجنود الاساسيين في شجره الفن اللي ما تعرفش كويس للاجيال الجديده وان كان معروف جدا لاجيال السبعينات ابداع السجن من 72 لانتفاضه الخبز 77 ابداع السجن ابداع قديم جدا ابداع مصري من ناحيه وابداع عالمي ايضا ابداع مصري انه في اغنيه شهيره جدا يا عم حمزه احنا التمامزه ما يهمناش من السجن في السجن نبات ولا في المحافظه ديت كلمات الدكتور محفني محمود محفني والد الدكتورة رتيبة حفني وفي سنة ثورة 19 كان طالب واتقبض عليه وعم حمزة ده المتعهد اللي كان بيجيب الأكل من السجن فإذا في غنى وفي حاجات من سنة 19 بعدها في عمنا فؤاد حداد اللي كتب معظم شغله هام جدا في السجن في الفترة في فترتين 54 ثم من 64 من 59 ل 64 فؤاد حداد حضرتك اتسجنت في 77 كام قد ايه الفتره بتاعت 77 كانت 18 شهر طلعت لنا برضو ابداع فيه فممكن مثلا نقول حاجه انا ليا ديوان كامل اسمه حلم في السجن وهو اسمه موجود الديوان في مطبوع في مصر موجود في الهيئه اسمه مين اللي يقدر ساعه يحبس مصر مكتوب في سجون مختلفه من 72 ل 78 اغنيه صغيره عن بسمه الصغيره بسمه ما بتعرفش تقرا بس انا هكتب قصيده عن قمر كان اصله شجره واتزرع في بلاد بعيد بس ما تعرف بس بابا حتى ما تعرفش اسمه والورق مليان كتابة والقمر بسمة في رسمه بس ما تعرف بس ماما لما تخرج ولا تحضر والقمر كان يوم حمامة وزي بسمة برضو يكبر بس ما تعرف بس تضحك يبقى كل السجن شمس لما طرف صباعها يشبك في الجماد ينبض يحس
بس ما جاتني في الزيارة دنيا مسحورة وجديدة زمزمة سجن الحجارة بضحكتها الوميدة. الله. طبعا بسمة دي رمز للأمل ورمز لل بسمة وبنت حقيقية ليا ويعني بس في القصيدة يعني طبعا رمز يعني للأمل ورمز طبعا للثورة وجت زارتني وليها رسم وصور لما جت في الزيارة. شعر الكبير زين العابدين فؤاد طبعا دور حضرتك مع عدل فخري سواء في مصر او في بيروت انت رحتوا ساهمتوا بالفن طبعا والمقاومة في بيروت ايام حصار بيروت. احنا عملنا حاجة مجنونة ومحدش يقدر يعملها غير مجانين يعني. اول حاجة مجنونة انا قلتها وده موجود في كتب كتير انه انا كان مفروض اغادر بيروت يوم 5 يونيو 82 يوم بداية الاجتياح الاسرائيلي وده انا حاجز تذكرتي من شهرين يعني لكن بالليل انا كان في غاره يوم 4 كان في غاره على بيروت وانا حسيت ان دي مش مجرد غاره زي الغارات اللي بنشوفها كل شويه ديت بدايه الحرب وقمت مين مجنون يلاقي حرب ويمشي فقعدت ده جزء طب قعدت اعمل ايه قعدنا في الحرب طب نعمل ايه انا عملت حاجات مع الاطفال وكده لكن المساله الاساسيه انه فوجئنا بانه اول مره عدو اسرائيلي يصل الى عاصمه عربيه مصر بره الموضوع عشان كان ديفيد وده عدو اسرائيلي وصل لعاصمه عربيه فقلنا ان احنا ننزل الشارع وابتدينا يعني اول حاجه زي الاغنيه اللي عملناها كانها بيان مننا اللي هي حصار. في كل يوم حصار في كل يوم حصار وفي كل يوم غنى هما بدوا الدمار واحنا نبدي بنا احنا عشاء صبابه من ورده والربابه والطفله حبه حبه تتعلم احنا عشاء صبابه من ورده والربابه احنا عشاء صبابه من ورده والربابه والطفله حبه حبه تتعلم الكتابه احنا عشاء صبابه من ورده والربابه الشعر الكبير زين العابدين فؤاد يعني الفن ميدان في مصر وفي بيروت وخلال المظاهرات وفي السجن وفي 25 يناير حضرتك حولت ده المشروع في الشارع بتقدم فرق بتقدم أصوات جديدة بتقدم رسالة بجانب الثورة يعني الفن ميدان ده دور يعني الفن ميدان أنضج ثمار ثورة 25 يناير ثقافيا وده مجهود ناس كتير قوي ما اقدرش انسبه لنفسي خالص انا مجرد جندي في كتيبة كبيرة جدا عملت الفن ميدان فاحنا مجموعة كويس سواء اللي فكروا او اللي نظموا او اللي خططوا الفكرة ببساطة ان الناس تملك الميادين وتنزل لها مش تتحشد بامر حاكم ما تنزل وتتحشد بأمر الفن وإن الفن هو وسيلتنا الوحيدة لغسل التلوث السمعي والبصري والفكري واللي بيقول إنه بيحارب إرهاب أو بيحارب تطرف لازم نرجع الفن ميدان تاني أنا الشعب وعارف طريقي ديت أغنية الشيخ إمام كلمات حضرتك الشعب عارف طريقه الشعب هيوصل في يوم من الايام أكيد. وانا في النهايه بشكر حضرتك الشعر الكبير زين العابدين فؤاد الذي استحق وعن جداره لقب انسان بدرجه فنان ودايما دايما هنتقابل انا واحمد خلف من الهندسه الاذاعيه
تقبلوا تحياتي انتصار غريب. أنا الشعب ماشي وعارف طريقي، كفاحي سلاحي وعزمي صديقي. أنا الشعب ماشي وعارف طريقي، كفاحي سلاحي وعزمي صديقي. أخوض الليالي وبعيون أمالي، أحدد مكان الصباح الحقيقي. أنا الشعب وعارف طريقي، أنا الشعب كفي تقيم الحياة، تخضر صحاري تبيد الطغاة. أنا الشعب كفي في تقيم الحياة، تخضر صحاري تبيد الطغاة. تعل الحقايق رايات بالبنادق، ويصبح تاريخي منارتي ورفيقي. أنا الشعب ماشي وعارف طريقي، أنا الشعب ماشي وعارف طريقي، كفاحي سلاحي وعزمي صديقي. أنا الشعب ماشي وعارف طريقي، كفاحي سلاحي وعزمي صديقي. أخوض الليالي وبعيون أمالي، أحدد مكان الصباح الحقيقي. أنا الشعب ماشي.